يقول السائل: هل الجن ما زالوا يسترقون السمع من السماوات؟ وهل الوحي ما زال مستمرا والأوامر ما زالت مستمرة؟ لا، الوحي ما هو مستمر، قطع الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يسمعون كلام الملائكة، يسمعون كلام الملائكة ويلقونه إلى الكهان. الملائكة ما زالت تتكلم في العنان وفي السماء. نعم.